بمناسبه برضو الحديث، احنا بنتكلم ان الاتحاد الافريقي لكره القدم برضو وجه رساله امبارح للمنتخب الوطني الاولمبي بعد تصدر مجموعته في بطوله طبعا كاس امم افريقيا والصعود لنصف النهائي. نشر حساب الرسمي كده للكاف على تويتر صوره للمنتخب الوطني وكتب: ثلاث مباريات، ثلاث شباك نظيفه، خط دفاع حديدي لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. المنتخب الاولمبي زي ما احنا عارفين اتاهل لنصف نهائي البطوله بعد فوزه طبعا على الجابون بهدفين دون رد، واحتل المنتخب الاولمبي صداره المجموعه الثانيه برصيد هنا 7 نقاط، جه بعديه مالي برصيد 6 نقاط، وطبعا النيجر كده بيخرج من البطوله عنده او كان بيملك 4 نقاط فقط. بكره كمان هتكون مباراه منتخب مصر في نصف النهائي امام غينيا، ومباراه في غايه الصعوبه. خلينا نتكلم برضو بشفافيه، مباراه قويه جدا. لو هعتمد على الحظ، لو هعتمد ان انا بركز اخر شوط او ان انا بركز في الدقائق القليله الاخيره زي ما حصل في المباراه الاخيره مع الجابون، لو انا هضيع فرص، لو انا مش هبقى داخل مستقتل ان انا انهي المباراه او اخلص المباراه من الدقائق الاولى، يبقى المباراه ما اعتقدش الامل فيها كبير. انا مش بحاول اكون متشائمه، بس احنا بنتكلم بلغه فنيه الى حد كبير، وده مش كلامي انا لوحدي. المباراه هتبقى قويه جدا، محتاجين الفوز، وفي حال الفوز ان شاء الله هيتاهل بقى للمباراه النهائيه واولمبياد باريس 2024 في وقت طبعا واحد. كل التوفيق للمنتخب الاولمبي بتاعنا، احنا في ظهرك، الجماهير كلها مستنيه ومنتظره منك اداء رائع. نتمنى يكون في مش بس نتيجه جيده، احنا صعدنا لكن ما كانش اللعب افضل شيء، خلينا نكون برضو واقعيين في كلامنا يا كريم. ما كانش افضل شيء اللعب، لكن نقدر نعمل افضل من كده. نقدر، عندنا الفرصه، عندنا الامكانيات، كان عندنا الاستعدادات الكافيه مفروض. فنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نكون موفقين فيها، لان احنا نستحق، والجماهير بقى المصريه تستحق انها تفرح شويه سواء بالمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي بتاعنا باذن الله، وخصوصا لما يكون المنافسين بتوعنا كمان ما هماش اقوى حاجه في الدنيا. يعني قلنا مالي هيكون مثلا يعني، فاهم ازاي يعني؟ طبعا مع كل الاحترام لكل المنتخبات وكل المشاركين في هذه البطوله، لكن في الاخر احنا المفروض ان منتخباتنا، منتخب بقى اولمبي، منتخب شباب، منتخب اول، احنا المفروض اسمه في الاخر منتخب مصر ايا كان الفئه العمريه اللي هو بيشارك فيها، لكن منتخب مصر ده من قديم الازل المفروض حاجه كبيره. فاحنا عايزين نشوف ما يرضينا وما يتماشى مع كونه منتخب مصر في الاول وفي الاخر.